مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع سلسلة متابعاتنا الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرارها على الرغم من تصاعد القمع الحكومي والميليشياوي للحراك الشعبي، إلا أن ذلك لم يثني المتظاهرين عن المضي قدما بثورتهم والتمسك بمطالبهم التي خرجوا من أجلها مهما كانت التضحيات. ينضم إلينا في الاستوديو رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، وعبر الهاتف من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدكتورة بشرى عبد الواحد، فمرحبا بكما معنا. أبدأ معك دكتورة بشرى عبد الواحد، تحشيد لتظاهرات مليونية بالتزامن مع دخول ثورة تشرين لشهرها السادس، إلى أي مدى تتوقعين استجابة كبيرة من المتظاهرين لمليونية يوم الأحد القادم؟ نعم، بالتأكيد المتظاهرون في فورة أكثر من أول يوم وقبل شهر وشهرين حقيقة، لأنه يعني عفوا خسائرنا أصبحت أكثر وشهدائنا أصبحت أكثر، دماءنا أصبحت أكثر، جرحانا أكثر، معتقلينا أكثر، فكيف السكوت على هؤلاء؟ وهؤلاء هم متمادون بأجنداتهم وبتشكيل حكومتهم الغير شرعية حقيقة، وهم يجمعون من كل حزب ومن كل دفة، يأخذون أين النطيحة وأين المتردية من كل هذه الأحزاب حتى يمشوها برأس الشعب. هؤلاء لن يسكتوا ولن يهدأوا في أن يسرقوا لقمة الشعب، مستمرون وماضون في أجنداتهم وفي تخطيطاتهم لقتل الشعب ولتجويعه ولتسليم البلد إلى دولة جارة. حقيقة نحن فهمنا هذا الوضع، وكم قلنا أن لا نريد تسمية شخص معين من قبل هذه الأحزاب ومن قبل المرتبطين بها وبالمجوس، لكنهم يصرون على اختيار شخص ليختار مجموعة من لصوصهم ومجموعة من مرتزقتهم. حقيقة كل الوجوه التي جاءوا بها هي منتمية، يكذبون علينا ويقول أن هذا غير منتمي، إنهم يكذبون دائما، إنهم يسرقون قوت الشعب ويقتلون الشعب ويؤرقون الشعب يعني يحاولون أن يقضون على هذا البلد في كل مؤسساته، في كل إنسانيته، في كل ما موجود به من بشر بأي طريقة كانت، طريقة القتل والقمع والأمراض وكل شيء. يعني نحن بلد نظيف ومسالم، حتى الأمراض جاءوا بها من إيران، على أساس إيران تدخل لنا ناس والمفروض إحنا قاطعين كل هاي الحدود؟ كل الدول احترمت بلدانها، كل الحكومات احترمت بلدانها وقطعت الحدود على كل البلدان الأخرى، لماذا نحن يتوافدون علينا إيران مستمرين المعممين، وأيضا يروحون يخلوهم بفندق ينيموهم الفندق، لأنه هذول طلبة لأصدقاء هذا الطالب الإيراني اللي جاء بالفيروس للعراق. نعم، يعني حتى احترام للقوانين والأنظمة الدولية مدى يحترموها، فضاربين كل شيء عرض الحائط حقيقة. نعم، أعود إليك إن شاء الله لهم ظلم رصاد ومستمرين. نعم، أعود إليك دكتورة بشرى عبد الواحد. أستاذ مصطفى كامل، يعني الصراع سياسي كبير على المناصب بعد فشل لجلسة يوم أمس، ما تعليقك على هذا الصراع بين شركاء العملية السياسية وهم يعني صدعوا رؤوس العراقيين بأن حكومة محمد توفيق علاوي هي بعيدة عن المحاصصة وأنها حكومة كفاءات وأنها حكومة تكنوقراط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديك الكرام وللزميلة التي انضمت إلينا في هذا البرنامج. يعني نحن منذ أن عرفنا هذه الوجوه السوداء مع غزو واحتلال العراق عام 2003 ونحن نسمع يوميا مسلسل الصراع على المناصب وعلى المكاسب وعلى المصالح بين أقطاب العملية السياسية التي هي مشروع الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك في العراق، يعني هي لا توجد عملية سياسية حقيقية وإنما هو مشروع للمحتل يجري من خلاله تقاسم الحصص وتقاسم المكاسب. ونذكر جميعا ما قالته حنان الفتلاوي في إحدى لقاءاتها التلفزيونية من أننا جميعا تقاسمنا كعكة العراق.
منذ الأيام الأولى لمجلس الحكم، حتى أن سفير إدارة الشر والاحتلال الأمريكي، حاكم الاحتلال الأمريكي بول بريمر، يقول عندما كان مجلس أعضاء مجلس الحكم يناقشون مصالحهم ومكاسبهم وامتيازاتهم الشخصية، فإن الأمور في الجلسات تسير بسلاسة، أما إذا كان ما هناك ما يعني يناقش لأجل معالجة بعض القضايا التي تخص المجتمع بشكل عام، نجد أن هناك خلافا وصراعا مستمرا بينهم. على مدى السنوات 17 الماضية، كما قلت، منذ غزو واحتلال العراق، وجدنا الكثير من هذه القصص. هؤلاء جاءوا أصلا لنهب العراق ولقتل العراقيين ولإعاقة العراق عن التقدم والتطور والنهوض، ويعني تدميرا لدور العراق في المحلي والوطني والإقليمي والدولي. وبالتالي ليس غريبا أن نجد هذا الصراع في هذه الجلسة أو في غير في الجلسات القادمة أو في التي سبقتها كما رأينا. يعني بالأمس حقيقة لفت نظري أن بعد ما أعلن رئيس المجلس أعلن إرجاء الجلسة، قام نائبه الأول كما يقال، وهو طبعا جاء إلى المنصب بالمحاصصة وب يعني طريق الآليات المعروفة في النظام السياسي في العراق المحتل، يعني عقد هو جلسة خلافا لأوامر أو لتوجيهات رئيس المجلس. يعني هذا حقيقة يعني أنا لا أجد وصفا ينطبق بشكل تام عليه، إلا أنه لعب للأطفال في الشارع. يعني أنت عندما تريد أن ترجع الجلسة أنا أجبرك على عقد جلسة، وهو يعرف جيدا أن هذه الجلسة التي يدعو لها لن تجيز أو تمرر هذه الحكومة أو التشكيلة الحكومية الجديدة. لكن مجرد المناكفة والمناكدة والصراع السياسي مستعر بين كل أقطاب العملية السياسية الاحتلالية، ليس هناك أي طرف، سواء كانت كما يقال الطرف الشيعي من شيعة الاحتلال أو الطرف السني من سنة الاحتلال أو الطرف الكردي من أكراد الاحتلال، كلهم يتصارعون فيما بينهم، يعني ضمن التشكيل الواحد أو المسمى الواحد، سواء مسمى طائفي أو مسمى عرقي، أو بين هذا المسمى والتشكيل الآخر، وهكذا. يعني هذا الصراع سيستمر ما دامت هذه العصابات متحكمة بالعراق، وما دام هذه الشخوص والآليات، يعني هو أصلا الدستور الذي يحكم العراق حاليا، طبعا وحتى هو لا يلتزم به، لكن حتى هذا الدستور هو يثير الصراع بين الأقاليم مثلا وحكومة المركز. هو النظام السياسي القائم في العراق قائم على الصراع وقائم على توليد الأزمات، لأنه ليس لديه ما يقدمه للمجتمع. يعني هو ليس لديه منهجا للبناء ولا للتطوير ولا للأعمار ولا للنهوض، ليس لديه إمكانية للتطوير الزراعي ولا للتطوير الصناعي ولا تطوير التعليم في كل مراحله، وبالتالي هذا الصراع هو يعني هو كل ما لديهم هو توليد الأزمات. نعم، يعني تحصيل حاصل لما بنيت عليه العملية السياسية لن يكتب النجاح لحكومة محمد توفيق علاوي أو غيرها في ظل صراع الكتل السياسية. دكتورة بشرى عبد الواحد، بيان أو دعوة إلى ثوار العراق في الساحات أصدر من قبل اللجنة المنظمة لمظاهرات أو تظاهرات ثورة تشرين اليوم، وأنت عضو في هذه اللجنة. هناك دعوة أو تحديد ليوم اقتحام المنطقة الخضراء، لو تحدثينا أكثر عن هذه الدعوة. حقيقة هذه دعوة لكل الثوار، لم نحدد لحد الآن وقت أو ساعة أو يوم، نحن نتفق مع بقية التنسيقيات الأخرى المنظمات الأخرى حتى نحدد من أين يدخلون من أين يخرجون مثلا، يعني يعني نقول خطة يعني تظاهر، خطة تظاهر إنه في من أين ندخل ومن أين وأين سنكون وكيف، يعني المفروض إنه إحنا ما نترك ساحاتنا، ما نترك الساحات التحرير الموجودة وننسحب كلنا، لأنه هذه المفروض هناك من يبقى ممسك بأرض المعركة أو التظاهر الأول، عفوا أقول معركة، فعلا معركة من الطرف الآخر، يعني إحنا من طرفنا سلمية وثورة بيضاء، لكنهم من جانبهم ثورة حمراء سوداء مثل كالحة مثل وجوههم. هؤلاء السياسيين اللي ابتلينا بهم بهذه الفترة اللي
من بعد 2003 ولحد الآن، دمروا البلد ودمرونا. المهم نحن لدينا اتفاقات والتواصل ما بين اللجان، فإن شاء الله حيكون دخولنا للخضراء إن شاء الله قريب جدا، ونحن نحاول أن نكون يعني أنا بالنسبة كرأيي ودائما يعني أقول لهم أنه المفروض إحنا نكون مباغت ما نعلن عن الأشياء اللي إحنا نقولها، لأنه مثل ما هم يباغتون الشباب على غفلة ما يعرفون شو وقت يجيهم، إحنا المفروض نباغت وبأي وقت نطلع، بأي وقت إحنا بلدنا، البلد بلدنا والساحات ساحاتنا والوقت إلنا، هؤلاء غرباء، بأي وقت إحنا يعجبنا نطلع، بأي ساحة يعجبنا نطلع، نريد نظهر، نريد أن يعني دكتور عبد الواحد نشوف العالم. نعم. يعني هذا التحديد أو هذه الدعوة ألا تظنون بأنها سوف تقابل بقمع وقتل للمتظاهرين بشكل كبير من قبل القوات الحكومية والميليشيات؟ بالتأكيد نحن متوقعين أي شيء، ربما تزيد عن الدخانيات والعصي والسكاكين والمصيادات أسلحة الصيد، صيد الطيور، متوقعين كثير أمور واعتقالات أيضا، وربما تشويه سمعة أيضا وتشويه أمور أخرى، يعني ما نعرف شنو هم الأسلحة أو الأشياء اللي حيحاربون بها. احنا متأكدين هناك كل ما نحن زدنا بتظاهراتنا كل ما هم ازدادوا بقمعنا، فنحن نعرف أنه هناك مصائر راح تكون بيد هؤلاء القتلة، مصائر شبابنا، ونحن يعني احنا نابل نفسنا للوطن، نحن ننذر نفسنا للوطن جميعا، كل الشهداء، كل الشباب المتظاهره، نحن الشهداء قبل ان نطلع خارج بيوتنا، نعرف نفسنا اللي راح نستشهد على يد هؤلاء، وهؤلاء لا يستكينون انه ولا يعني شلون يهدون البلد، ما يقبلون متمسكين كل التمسك بالطمع وبهذا البلد وبأن يبيعوا إلى، لأن هم مسيرين وليسوا مخيرين حقيقة، لأن هناك من يدفعهم لهذا الشيء ويعني يتقاضون بدله أموال، يتقاضون بدله أموال ومناصب ومن هالأمور اللوجستية مثل ما نعرفها إحنا بالنسبة لهم، يعني استفادة مادية خاصة لهم مو للبلد ولا للمواطن، فهؤلاء يتشبثون بالكراسي وبأي طريقة يحاولون يقتلون الآخر اللي هو صاحب البلد وهو اللي صاحب الحق. فإن شاء الله راح تكون ثورتنا ثورة يعني تشلعهم من جذورهم إن شاء الله. دكتورة بشرى، هل تم تحديد يعني مدة معينة أو يوم محدد؟ يعني البيان جاء في بدايته في حال تم تحديد يوم، هل هناك يوم محدد أو تاريخ؟ حد الآن ما حددنا، نشوف المجموعة جديد راح يطلعون إن شاء الله، ومن يساندنا، من يكون ضدنا، من يرفض، من ربما هناك آراء أخرى. إحنا كل مرة نقول نريد ندخل الخضراء، وأكو بعض من عندنا، وأني من الناس ما كنت أقولهم الدخول الخضراء، يعني أعارضهم في هذا الرأي، لأنه دخول الخضراء إحنا شو نسوي بحياطين فارغة، شو نسوي ببيوت فارغة، بعدين يحصرون أولادنا بداخل الفروع مالت الخضراء. ممكن أن إحنا، أنا دائما أقول لهم حتى من أول أيام لو كنا حاصرين المطار حوالين المطار وحوالين بدل التحرير وحوالين الخضراء، ثق كان والسفاره الايرانيه ثق كان من اول اسبوع انهزمت الحكومه وخافوا، وفعلا هو اللي صار، وكان احنا سيطرنا على الوضع وكان ما هالقد انطينا شهداء، لكنه مع الاسف هناك تنسيقيات ما كانت متواصله مع بياناتها، كنا بالبدايه متفرقين، كل منظمه كل لجنه تعمل مفردها، فالمفروض كان من الاول احنا نتفق وانه نحاوط المطار نحصره، لانه حركتهم ما بين الخضراء والمطار، هربوا عليهم بس هم لوحدهم، فأبسط شيء رأسا طياره ويصعد يروح لاي بلد هو اللي هو بلده اللي هو يعني محتضنا واللي عنده جنسيه من عنده، واحنا نرفض هؤلاء المزدوجين اللي هم يلعبون على الحبلين حقيقه، يعني احنا مو ضد الجنسيه الاخرى، عفوا احنا مو ضد الجنسيه الاخرى، لا الانسان هو يعني بحق ان يروح، كثير من ناسنا العراقيين راحوا اخذوا جنسيه اخرى، لا احنا ليس ضد هذا الموضوع، لهم هناك يختبئون وهنا يحاربون، ولاهم الى بلدان اخرى ولاهم ليس للعراق. نعم دكتوره بشرى عبد الواحد، اعود اليك. استاذ مصطفى كامل، قبل ايام عاد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الى العراق بعد انتشار وباء او فيروس كورونا في مدينه قم الايرانيه، وفي انتشر بعد ذلك في إيران، أجرى مقابلة تلفزيونية وتحدث بصراحة بأنه وقال بأنه لو القيادات السنية قامت بإرجاع المفخخات سوف نعود بإرجاع القتل
بتعبير أو بآخر، وكذلك أشار إلى أن الدولة الموجودة منذ العام 2003 ولغاية الآن يعني بتعبيره هو قال دولة زعاطيط، أي دولة أطفال. أحسن الوصف. كيف يمكن لزعيم التيار الصدري إذا هو هناك اعتراف من قبله بأنه كان مسؤول عن عمليات القتل الطائفي 2006 و2007، وكذلك يعترف بأنها دولة أطفال، كيف له أن يشارك وأن يصر على المشاركة ويفرض رأيه في تسمية رئيس الوزراء؟ أولا، لو كانت هناك أجهزة قضائية ومؤسسة قضائية تحترم نفسها ولو بالحد الأدنى لقدمت مقتدى الصدر بناء على الاعترافات التي أدلى بها في هذه المقابلة التلفزيونية، لقدمته إلى المحاكمة، لأنه اعترف بلسانه عن اعترف على نفسه أنه كان يقوم بأعمال إجرامية، واعترف على زملائه في شركائه في العملية السياسية الاحتلالية أنهم كانوا ممن يسميهم قادة السنة، هو حقيقة ليسوا قادة السنة ولا قادة الشيعة، يعني هو لا يمثل الشيعة وهؤلاء لا يمثلون السنة، هؤلاء يمثلون مشروع الاحتلال الذي جاء بمجاميع من المجرمين ومن الباحثين عن المكاسب وعن الذين يعني تغريهم المناصب والأموال، وجاء بهم إلى السلطة، سلمهم حكم العراق وقال لهم أنتم تمثلون الشعب العراقي، جاء بمجموعة من الأكراد، جاء مجموعة من السنة كما يسمون، ومجموعة من الشيعة، ومجموعة ربما أيضا من التركمان ومن المسيحيين وإلى آخره. هؤلاء بالتأكيد هم لا يمثلون الطوائف والقوميات التي ينتسبون إليها، لكن في كل الأحوال لو كان هناك قضاء نزيه ويحترم نفسه بالحد الأدنى من احترام النفس وأداء واجب ومسؤوليات المؤسسة القضائية وما يترتب على إنفاذ القانون، لقدم إلى القضاء، لأنه أكد هو والذين اعترف عليهم بأنهم كانوا يمارسون أعمال التفخيخ والتفجير. والحقيقة يعني الكل يعرف أن هذه العمليات الإرهابية لم يعرفها العراق في طيلة حياتي، طيلة السنوات التي سبقت غزو واحتلال العراق، لم نعرفها إلا مع مجيء هؤلاء القتلة والمجرمين الذين يصفون حساباتهم باستثناء في ثمانينات القرن الماضي، يعني كانوا هم ينفذونها. نعم. كانوا هم ينفذونها. نعم. أيضا يعني الجريمة، يعني هم أول من سن سنة المفخخات في هم العراق. أول وآخر. نعم. من ارتكب هذه الجرائم الإرهابية، بالمناسبة ليس في العراق فحسب، يعني أبو مهدي المهندس متهم بتفجيرات في الكويت، ونفذها في وهو اعترف. نعم. بها في السفارة العراقية في الكويت، نوري المالكي وعلي الأديب وآخرين نفذوا أعمالا إجرامية. نعم. في بيروت وهكذا. نعم. فبالتالي هذه العمليات الإجرامية هم أصحابها، وليس لا السنة ولا الشيعة ولا العرب ولا الأكراد ولا المسلمين ولا المسيحيين. هذا من جانب. الجانب الآخر، هو يقول أنها دولة زعاطيط. هذا الوصف ينطبق إلى حد كبير على هذه المماحكات والتصرفات الرعناء التي يقوم بها هذا الطرف أو ذاك، طبعا مع أنها دولة بين قوسين، لأنها ليست دولة، سلطة عملاء هي سلطة زعاطيط كما قال. هذا هو يفسر كل يعني سلطة العملاء وسلطة الأطفال يعني الحمقى والذين يتصارعون فيما بينهم على صغائر الأمور، يفسر كل المسيرة التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية، طيلة السنوات الماضية كما قلنا، هناك صراع على المكاسب، هناك صراع على المناصب، هناك تصفيات دموية بين أقطاب المشروع الاحتلالي، بين هذه الميليشيا وتلك. هو أصلا يعني مقتدى الصدر كان في فترة من الفترات مطاردا من ميليشيا العصائب التي خرجت من تحت عباءته. بالمناسبة هو كل الميليشيات الإرهابية التي فتكت بالعراقيين، مثل سيد الشهداء، مثل العصائب، اليوم الموعود، غيرها، كلها خرجت من تحت عباءة ما يسمى بالتيار الصدري الإرهابي الذي أسسه وكان مقتدى، وكانت أول ميليشيا
ميليشيا جيش المهدي ثم الميليشيات الأخرى وفرق الموت التي ساهم هو بها. لماذا عاد بهذا التوقيت برأيك؟ عاد بهذا التوقيت هو أنا دائما أقول وأؤكد على أن مقتدى هو أخطر عملاء إيران في العراق. لإيران عملاء من كل الأطياف المجتمعية في العراق، لديهم عملاء من الشيعة، من السنة، من العرب، من الأكراد، من المسلمين، من المسيحيين وهكذا. لكن هؤلاء غالبهم عملاء مكشوفون، يعني الكل يعرف أن نوري المالكي عميل لإيران، أو أبو مهدي المهندس عميل لإيران أو إلى آخره. لكن مقتدى له خصوصية أنه يقود تيار في الشارع، له حضور، يعني هذا لا ينكر، ولكن هو مهمته الأساسية إنقاذ مشروع الاحتلال حيثما وصل إلى خانق. أنت لو تلاحظ منذ بدايات ظهوره في 2004 كان دائما، أولا هو يتصرف لمصالحه الشخصية، يعني هو أول ما قاتل الأمريكان في عام 2004 ليس قتال المقاومة، وإنما لأن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إدارة الاحتلال في العراق أصدرت أمرا بإلقاء القبض عليه وعلى محمد اليعقوبي بالمناسبة، وألقت القبض فعلا على محمد اليعقوبي، ولكن بالنسبة لمقتدى هرب، وبالتالي ما قام به يعني إرهابيو جيش المهدي ضد الولايات المتحدة ليس قتال مقاومة المحتل، وإنما لأنهم كانوا يريدون إنقاذ سيدهم مقتدى الصدر من مذكرة القبض، وحصل هذا. فإذا هو كان دائما هو كان دائما ينقذ العملية السياسية الاحتلالية حيثما وصلت إلى خانق، وهذا حصل في 2010 مثلا اتفاق أربيل الذي كان مقررا أن يعني يسحب الثقة من حكومة نوري المالكي، حصل في تشكيلة نوري المالكي الثانية، حصل في تشكيلة حيدر العبادي وهكذا. يعني علوته ليست خوفا من فيروس كورونا، لا هو جلب فيروس كورونا، ربما هناك معلومات حكومة محمد علاوي، هناك معلومات تفيد أن هناك بعض الإصابات التي يعني كانت في الطيارة التي جاء بها من بيروت، ولكن في كل الأحوال هو جاء لتمرير هذه السلطة أو التشكيلة الوزارية الجديدة التي أراد من خلالها أن يفرض إرادته. هو يدعي أنه كما يسمى هو صانع ملوك، هو في الحقيقة صانع عملاء، قتل لصوص فاسدين مجرمين، هذا هو الوصف الحقيقي للسلطات التي شكلها مقتدى ولتيار مقتدى. تيار مقتدى هو تيار فاسد، أتباع مقتدى رموز للفساد، رموز للإرهاب. رأى العراقيون جميعا خلال السنوات الماضية يعني مئات المشاهد والحوادث من القتل والإرهاب والفساد التي مارسها أتباع مقتدى. أعود إليك يا أستاذ مصطفى كامل. دكتورة بشرى عبد الواحد، يعني استشهاد الناشط عبد العظيم سوادي طعنا بالسكاكين أمام منزله بمحافظة القادسية مع اعتراف مقتدى الصدر عدم حل ميليشيا القبعة الزرق فعليا، إلى أي مدى يمكن أن تكون تلك الميليشيات هي من تنفذ هذه العمليات؟ ليست فقط المرحوم عبد العظيم أو عبد العليم، وأيضا الشيخ عبد الصاحب أيضا في الناصرية، وأيضا هناك شاب قتل، وكثير اليوم أنا سمعت تقريبا 5 حالات استشهاد بين الطعن بالسكاكين وبين الضرب بالدخانيات، وكثير يعني حالات. حقيقة هؤلاء هم قتلة، ونحن نعرف القتلة لا يشبعون من سفك الدماء وامتصاص دماء الناس الأبرياء والشرفاء. أنت حين تتعامل، عفوا، عندما سألت عن موضوع هذا الإنسان المهبول مثل ما يقولون أن الناس كلها تعرف هذا إنسان مهبول، نحن في حياتنا اليومية نقول دائما نخشى التعامل مع أنصاف البشر، أنصاف الناس، فهذا من الأنصاف. حقيقة هؤلاء الأنصاف يتصفون بكثير من الصفات، أنه يعني يكون عصابي، يكون سايكوباثي، بالعلم عندنا مجموعة يعني شكاك، يكون من هاي الشخصية. فهذا العنصر من الناس، هذا الإنسان عنصر إرهابي هو يعتبره، لما أقول عنصر معناته هو عنصر إرهابي، فهذا مجتمع كل هذه الصفات في شخصيته، فإنسان مهزوز، إنسان مرتزق، إنسان يعني دائما يفضل شخصيته أو مصلحته على المصالح الأخرى، حتى على حساب البلد، حتى على حساب العالم بأكمله. فهؤلاء لا يشبعون من القتل ومن الدم.
حقيقة عندما يقول هو كشف نفسه مثل ما تفضل دكتور، كشف نفسه أنه هو يقول نحن نصدر البطاط وأيضا نجيب داعش، بما معنى هم اللي يعني أدانوا نفسهم بلسانهم، هو أدان نفسه بلسان، المفروض لو كان هناك محكمة دولية رأسا تجرى من الإذاعة وتسحبه وتوديه للحبس وللمحاكمة، لأنه كثير قتل من الناس. فهؤلاء الناس يعني شنو ذنب الأبرياء بيطعنون؟ يعني هذا أستاذ تربوي ومدرس، يعني مشرف تربوي، إنسان عنده عطاء، عنده فعل بالمجتمع، بناء للمجتمع، بناء لأجيال، عنده رسالة يريد يوصلها، وبعد عنده عمر كبير أنه وعنده مسافة، لو كان الله طول بعمره كان أثر كثير بهذا المجتمع أو هاي الطلبة، ربما هو لأن شخصيته، وبالتأكيد بما أنه إنسان وثائر ووطني بالتأكيد كانوا هؤلاء الطلبة يتأثرون به، ورح يعني حينتج هذا الإنسان ناس منتجة مبدعة، ناس مثقفة تبني البلد، عندها أهداف ممكن أن يعني توصل إلى مراحل عالية بمستوى الثقافة والتعليم، ويعني تحاول أن تسد فراغات اللي راحوا على الأقل من شبابنا، على الأقل الناس اللي إحنا نفقدهم على مر العصور. إحنا نفقد ناس مهمين، ناس ذات كفاءات في كل الحروف، في كل الإشكالات، مع على أيدي هؤلاء المرتزقة. دائما المرتزقة هم سبب خراب البلد، المرتزقة هم المرتشون، هم الناس اللي غير سوي أسوياء، هم الناس اللي يعني بسرعة أن يأثر بهم الآخر. هؤلاء بسرعة شخصياتهم مهزوزة جدا، بحيث يتأثرون بسرعة بالآخر عندما يغسل أدمغتهم، عندما يقنعهم أنه اقتلوا هذا واقتلوا ذاك وخربوا البلد وأحرقوا. الحرائق من أين جاءت؟ حرائق الرشيد والسنك وغيره وغيره، حرائق البلد، حرائق الخيم، من أين جاءت؟ للحبوبي وفي النجف وضرب الشباب، يعني اللافت، اللافت دكتورة بشرى عبد الواحد، اللافت عودة عمليات قنص المتظاهرين، يعني كيف تقرأين استهداف الناشطين في عيونهم بعد أن أصيب ناشط بعينه برصاص أو ببنادق الصيد التي باتت تستخدمها القوات الحكومية والميليشيات في الفترة الأخيرة؟ هؤلاء هم هدفهم القتل يعني شلون بيسقطوه للشاب، بما معناه انه حتى لا يكون انسان فاعل، اما تطلع روحه واما يتسقط بحيث ما يكون فاعل بالمجتمع وحتى يأذوهم اكثر. بنفس الوقت هي هاي اجندتهم في تخويف الشباب ايضا، يعني لما يأذون شخص واحد واثنين يقتلوه ويضربوه ويأذوه ويعوقوه، فراح يكون على اساس درس للاخرين حتى لا يطلعون تظاهرات. فهؤلاء يعني ما يشبعون من القتل، لأنه هم جايين على مصلحة معينة، وهذه المصلحة يستقتلونهم على مودها، يعني بحيث يحرقون الأخضر مع اليابس في سبيل بس الوصول إلى نواياهم. فحقيقة هؤلاء كل شيء يطلع من عندهم، يعني تصور بنادق الصيد هي المفروض هي للحيوانات أو للطيور، يعني هم يستخسرون بينا السلاح أن يضربونا بسلاح، وربما يضمون الفلوس حتى لا يشترون سلاح، يجون بأتفه الأشياء يجون يستعملوها للشعب، أو ربما حتى يبينون أنه للشعب إحنا نقدر بأتفه الأشياء نقتلكم. ليش هذا التحدي؟ إحنا أبناء بلد وأنتوا أخواننا بالبلد، على أساس ليش ده تضربون هؤلاء الناس؟ ليش ده تغيبون الشباب؟ أمر زهور. دكتورة بشرى، في ظل هذا العنف المفرط من قبل القوات الحكومية والميليشيات، هل أفلست الحكومة باستخدام أساليبها؟ يعني هل باتت في نهاية المطاف برأيك؟ هم خائفون وحتى مرعوبون، وقالها مقتدى بلسانه، بعظمة لسانه قالها أنهم مرعوبون، فمرعوبون من هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب هم السلاح القوي اللي هو يعتمد عليه البلد، بدون بنادق، بدون سكاكين، بدون أسلحة، بدون نار. هؤلاء هم داخلهم عتاد قوي، هم الثورة بداخلهم، هذه الثورة اللي هم يأججوها في كل يوم، في كل يوم يظهر لنا مجموعة من الشباب جديدة، يعني غير هؤلاء اللي يروحون يتغيبون واللي يطلعون تظاهر، أيضا مستمرة الساحة تتغذى بأعداد كبيرة وكبيرة من الشباب. كل ما يعني أنت تلاحظ أعتقد ثاني يوم وثالث يوم من الثورة ورابع يوم، ما صار مثل أول 5 أشهر و3 أشهر و4 أشهر، ما عادت الأعداد الأقل، يعني أصبحت تكون زخم وأصبحت منظمة أكثر، وأصبحت هناك أدها شعارات وشعر، تلقي شعر، يعني المجموعة تلقي شعر بشكل أغاني وشعر مغنى. يعني فحقيقة هم أفلسوا، بحيث يعني استنفذوا كل ما عندهم من أجهزة وأدوات قمع للشباب، استنفذوها تقريبا واصبحوا هم مفلسين، لانه هو بداخله بالتاكيد يعني لما يضرب شاب او لما يضرب انسان ابن بلده، هو بالتاكيد ما راح ينام الليل، انا متاكده، لكنه
يتغاضى النظر. أنا قلت لحضرتك أن هؤلاء مجموعة، كل شخصية مجموعة أشياء بداخلها، فهذه الأشياء تجبرها أن تظهر العداء للآخر. فهؤلاء ناس غير أسوياء، ناس مرتزقة، ناس يعني ما يحبون الخير للآخر ويحبون الخير للبلد. دكتورة بشرى عبد الواحد كانت معنا من بغداد، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، شكرا جزيلا لك. أستاذ مصطفى كامل، يعني كذلك نعود إلى تصريحات السياسيين، يعني معروف بأن رئيس البرلمان هو يمثل كافة أطياف الشعب كما يقولون في حسب الدستور الذي أتى به المحتل الأمريكي. قبل يومين فقط صرح محمد الحلبوسي رئيس البرلمان وقائلا بأن محمد توفيق علاوي ليس له جذور عشائرية ويجب على المسؤول أن تكون له جذور عشائرية حتى يستمد القوة منها، حتى يقدم لعشيرته، لبيته، لعائلته، لوطنه. كيف نقيم هذا الخطاب إذا كان رئيس البرلمان يتحدث بلغة العشائرية؟ يعني شوف، هو وليس بلغة مصلحة الوطن. عندما يتحدث بهذه اللغة فهو يعبر عن ضحالة التفكير الذي يعني يفكر فيه، ضحالة المنطق الذي يفكر فيه. يجب أن يكون رئيس الوزراء معبراً عن مصالح العراقيين جميعاً وليس عن مصالح العشيرة، وهو يجب أن ينتمي إلى العراق وليس إلى عشيرته أو إلى محافظته أو مدينته أو قريته. يجب أن يمثل العراقيين ومصالحهم ويعني حقوق ويدافع عن حقوقهم. لكن هذا الخطاب المتخلف الذي يتحدث به هذا الطفل، طفل إيران المدلل محمد الحلبوسي، الذي جاء به يعني التوافق الميليشياوي والأوامر الإيرانية التي صدرت باستجلابه إلى هذا وتنصيبه في هذا المنصب، يعني عندما يتحدث بهذا الشكل يعبر كما قلت عن ضحالة التفكير أولا، وعن عدم الانتماء للعراق، لأن لو كان ينتمي إلى العراق لتحدث عن عشيرة العراق وليس عن عشيرة المسؤول الفلاني أو غيره. يعني إذا تحدثنا بهذا المنطق ربما سننزل في التقسيم الاجتماعي إلى ما هو أقل من العشيرة، إلى الأفخاد وإلى البطون وإلى البيوتات، من المحاصصة الطائفية إلى المحاصصة العشائرية. هذا في الحقيقة يعني مع احترامنا للعشائر التي يعني هي عماد المجتمع وهي يعني مكونات المجتمع الأساسية نابعة من هذه العشائر، هذه العشائر خصوصا العشائر الكبرى لها امتداد من الشمال إلى الجنوب، في الوسط، في الشرق، في الغرب، لها امتدادات في المذهب الفلاني والمذهب الآخر. لكن الحديث هنا ليس بهذا المعنى، ليس بمعنى العشائرية بمعانيها الإيجابية، هو يعني يتحدث عن تصغير المناصب في الحقيقة والحط من قيمتها. وكما قلت يعني حضرتك تفضلت أننا سنغادر المحاصصة الطائفية والعرقية إلى المحاصصة العشائرية وإلى ربما ما هو أقل من هذا، وهذا حقيقة حاصل. يعني نحن رأينا في السنوات السابقة أن عندما يتسلم أحدهم منصبا وزارة أو منصب المدير العام أو منصب وكيل وزارة أو منصب في مناصب في الهيئات التي تدعي أنها مستقلة وهكذا، يمتلئ المكتب الذي يعمل فيه سواء في الوزارة أو في غيرها بكل أقاربه وبكل يعني يعني أبناء عشيرته أو أبناء عائلته، المحسوبيات. فبالتالي يعني هذا ليس جديدا، لكن الحديث عن أن محمد علاوي ليس لديه عشيرة هذا لا يعيب محمد علاوي. يعني يجب أن يحاسب محمد علاوي إذا أخطأ أو إذا أصاب، أما أن يحاسب على كونه ليس لديه انتماء عشائري فهذا ليس أمرا يعني مقبولا على الإطلاق. نعم، يعني لا يدلل هذا على أنه نحن نعاني من أزمة في التفكير لدى الطبقة السياسية منذ العام 2003 ولغاية الآن، إذا كان المسؤول ورئيس البرلمان أو رئيس الوزراء أو أي مسؤول في العراق، يعني بغض النظر عن فساده أو المحاصصة التي يأتي بها، يعني عندما يقوم بهذا التفكير ويطرح
المسؤول بأنه يجب أن يكون من عشيرة؟ نحن أمام أزمة في تفكير المسؤول في العراق يعني بغض النظر عن فساده. أنا قلت أنه نعم. يعني يعبر عن ضحالة المنطقة الذي يتحدث به. واللافت الطريف في المفارقة أن يعني الممثل الشعب نعم. ممثل الشعب رئيس البرلمان هو من يتحدث بهذه اللغة. يعني هذا أمر حقيقة يعني يعبر عن مفارقة غريبة، أن الشخص الذي يقول أنا ممثل الشعب العراقي نعم. كما يفترض رئيس البرلمان ممثل الشعب العراقي أو رئيس المجموعة التي تمثل الشعب العراقي، وإذا به يتحدث عن هذه الجزئيات التي يعني تفتت المجتمعات وتعيدها إلى عواملها البدائية. نعم، يعني محمد توفيق علاوي طرح البرنامج الحكومي وكسابقه من البرامج الحكومية التي طرحت، إن كان في عهد عادل عبد المهدي أو حيدر العبادي أو نوري المالكي. يعني عندما تطلع على البرنامج الحكومي ترى بأنك يعني العراق سوف يكون في مقدمة البلدان، سويسرا أو ربما يعني الدنمارك، لكن على الواقع يختلف. يعني هناك من النشطاء من تناقلوا على مواقع التواصل الاجتماعي بعض السير الذاتية للمرشحين لمناصب الوزارات، كان هناك يعني ملفت للنظر بأن حتى السير الذاتية لم تكتب بشكل صحيح. يعني هناك من كتب بالهوايات أنه مشاهدة الأفلام، يعني هذه الكرتون يعني هناك ربما نستطيع القول عدم فهم الموضوع بشكل صحيح. يعني عندما يقدم مسؤول بهذا القدر سيرة ذاتية إلى الحكومة وهو سوف يتسنى منصب وزير، يكون منطقه بهذا الشكل. كيف رأيت البرنامج الحكومي لمحمد توفيق علاوي أو المرشحين للوزارات؟ يعني البرامج الحكومية كما تفضلت تجعل العراق يعني في مصاف الدول المتقدمة في كل المجالات، في التعليم، في الصحة، في الزراعة، في الخدمات، في إعادة كل يعني معالم الحياة التي فقدها العراقيون. لكن عندما نجد نأتي إلى الواقع يعني نعمل جردة حساب لما حصل في حكومات ابتداء من أياد علاوي، إبراهيم الجعفري، نوري المالكي بمرحلتي، ثم حيدر العبادي، ثم عادل عبد المهدي، نجد أن مئات المليارات سرقت ونهبت ويعني تم التفريط بها بشكل أو بآخر، وقسم كبير منها تم تحويله إلى إيران وإلى الميليشيات التي تأتمر بأوامر إيران سواء في سوريا أو في لبنان أو في اليمن أيضا. نعم. وفي غيرها، أنا يعني حتى تدريب بعض الميليشيات التي في البحرين الإرهابية، كل هذه جرى إنفاق المال العراقي عليها، وجرى طبعا سرقة مئات المليارات الأخرى، ولم يجد العراقيون لا شارعا ولا مستشفى ولا مدرسة ولا جسرا ولا أي من معالم الحياة، فضلا عن ما حصل من تفتيت مقصود لبنية المجتمع العراقي من خلال الإعلام الطائفي، من خلال المناسبات الطائفية التي يجري الترويج عليها وصرف الأموال عليها، ومن خلال يعني الكثير من الممارسات، إشاعة الجهل والظلامية والأفكار الظلامية عفوا، وهكذا. هذا جرى يعني هدر المال العام على هذه الأشياء، وإضافة إلى على السرقة، ولم يجد العراقيون يعني أي شيء في هذه المراحل. ولذلك هذه المشاريع الخيالية التي تحدث بها كل هؤلاء المسؤولون يجب أن يحاسبوا يعني عليها. لو كان هناك سياقات صحيحة في بناء الدولة وفي آليات التعامل، يجب أن يأتي المدة الوزارية 4 سنوات، يجب أن خلال هذه المدة يجب أن يحاسب الوزراء ورئيس الوزراء على ما قدموا ابتداء من برنامج
حكومي، ثم ما حققوا من هذا البرنامج، ما هي نسب الإنجاز التي تحققت من المشاريع التي تعهدوا بها؟ نعم. يعني أين ذهبت مشاريع المدارس؟ أين ذهبت مشاريع المستشفيات؟ أين ذهبت مشاريع الطرق السريعة، الجسور، القطارات، السكك الحديد، يعني إلى آخره؟ أين ذهبت هذه المشاريع؟ نعم. لو جاء لو كان هناك سياقات صحيحة، لو كان هناك سياقات صحيحة في البرلمان، وفي القضاء وفي الصحافة والإعلام، لوجدنا الحالة مختلفة تماما. عندما يقدم رئيس الوزراء مشروع برنامجا حكوميا على مدى 4 سنوات، ثم يغادر بعد 4 سنوات ولا يحقق 1% منه، هذا أمر يعني ليس معيبا فقط، هذا يجب أن يعني يلحق به العار أولا، ثم يجب أن يحاسب. أين الأموال؟ يعني أنت كل سنة تقدم ميزانية حسب البرنامج الحكومي الذي تقدمه، أين هذه الميزانيات الهائلة التي أكثر من 1,000 مليار دولار أنفق هدرا وسرقة وتمويلا للميليشيات وتمويلا للإرهاب وتفتيتا لبنى المجتمع العراقي؟ نعم. من خلال كما قلنا الإعلام والممارسات الطائفية والإرهابية إلى آخره، ولم يجد المواطن العراقي شيئا، ولم يحاسبه القضاء، ولم يحاسبه البرلمان، ولم تحاسبه أجهزة ربما الإعلام. ربما لأن المحاصصة منتشرة في كل، بسبب المحاصصة وبسبب الفساد المستشري. نعم. لأن عندما هيئة النزاهة مطعون في نزاهتها. نعم. عندما يرأس هيئة النزاهة مجرم سارق لص مرتشي، نعم، يعني كيف يمكن أن تحقق هذه كامل؟ يعني لم يتبقى من التغطية سوى دقائق قليلة. لو طرحنا هذا التساؤل، المقارنة، أو كيف لنا أن نقرأ بين ما نراه في ساحة التحرير من تكاتف الشباب من كل الطوائف والأديان، وبين خطاب الزعماء السياسيين في الطبقة السياسية الذين يعني اعتدنا على وجوههم منذ العام 2003 ولغاية الآن، كيف يمكن أن نقرأ بين هؤلاء الشباب وبين هذه الطبقة السياسية؟ يعني هذه الطبقة السياسية عرفنا أنها طبقة محاصصية فاسدة قاتلة إرهابية مزورة، أجرمت بحق العراقيين، فتتت نسيج المجتمع، تكلمت ب يعني هي أول من مارس العمل الطائفي والتفتيتي، وهناك اعترافات حتى لبهاء العرجي ولغيره. نعم. أنه نحن جئنا ليس لدينا شارع، فلم نجد إلا الخطاب الطائفي لنحشد شارعا مؤيدا لنا. نعم. هذا نعرفه جيدا، لكننا في يعني على الجانب الآخر نجد الوحدة الوطنية الحقيقية العراقية التي عمت هذه ساحات الاعتصام وساحات التظاهر والثورة من بغداد إلى البصرة وديالة أيضا حتى لا ننساها، وطبعا محافظات أخرى، لكن نحن في واقع الحال الموجود الآن. يعني أنا أريد أن أضرب مثالا واحدا. قبل يومين أو ثلاثة استشهد من العراقيين في يوم واحد، كما يعني حسب التقسيمات التي، وأنا أريد أن أقولها لأثبت دحضا أو لأدحض نظريات التفتيت الطائفي التي يتحدث بها أقطاب العملية السياسية الاحتلالية. استشهد في يوم واحد من ضحايا المظاهرات سني وشيعي ومسيحي. هذا يثبت أن العراقيين جميعاً هم الذين ثاروا على هذه الطغمة الحاكمة التي سرقتهم وقتلتهم وأذلت العراق والعراقيين وأهدرت كرامة البلاد والعباد. كل العراقيين الآن سواء منهم من يتواجد في الشارع أو من يعني لظرف ما قاهر يمنعه من النزول إلى الشارع والتظاهر، هؤلاء كلهم ثائرون، كلهم يرفضون هذه السلطة البائسة التي كما قلت قتلت العراقيين وسرقتهم. هذا موجود في كل مكان. يعني لو أتيح للمواطن في شمال العراق محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، لو أتيح لهم أن يعبروا عن موقفهم الحقيقي لعبروا عنه وقد عبروا، ولو أتيح للمواطنين في وسط وشمال وغرب العراق
أن يعبروا عن موقفهم الحقيقي تجاه هذه السلطة المجرمة لعبروا، وقد عبروا منذ 2013 وحتى الآن هم مشردون، أعداد كبيرة منهم ما تزال مشردة في مخيمات النزوح. والآن المواطنون وقد عبروا سابقا، أبناء البصرة وأبناء ميسان وأبناء النجف وكربلاء وبغداد طبعا منذ 25 شباط 2011، نعم، وقبلها أيضا كانت هناك العديد من الممارسات الاحتجاجية ومظاهر الرفض. كل صوت عراقي يخرج رافضا لهذه السلطة هو جزء من هذه الثورة. نعم. كل صوت عراقي، قلم عراقي يكتب كلمة واحدة ضد هؤلاء ويفضح هؤلاء الميليشياويين وهؤلاء المجرمين السراق القتلة الفاسدين، العملاء إلى المرتهنين للبرامج الأجنبية والأجندات الخارجية، هو جزء من هذه الثورة. إذن كل العراقيين بشكل أو بآخر هم جزء من هذه الثورة. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كمل كان معنا، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.